نعم، عدنا من جديد. الظاهر بعض الأخوان ما عاجبهم البث، فلذلك قاموا ينشرون كلمات غير لائقة بالبث حتى على مود يحضر البث. على كل حال، عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم عزيزي، نعم. من يسأل، خلينا أتحدث بقضية. بعض الأخوة يعني قدم نصيحة، بس هو الأخوة قوة مو أخوة يعني بالمعنى الدقيق، ولكن هو بعضهم حقيقة منزعج ولذلك قدم هذه النصيحة. يعني يريد يقول بأنه التعرض لقضية الاجتهاد وعدم الاجتهاد هذه بها مشاكل، الأفضل أن ما تتعرضوا لها، لأنه يعني هذه ما بها فائدة. بالنسبة إلى اللي يخول يسألون عن اجتهاد السيد محمد رضا السيستاني، شوفوا احنا داخل الحوزة العلمية، لا عزيزي، ابن تيمية ما متأكد إذا عنده انتحالات أو لا، ما متأكد يعني. هو خب المفروض احنا ندخل كل كاتب، بس ما أعرف إذا كان عنده أو ما عنده. احنا ما نقدر نتهم إنسان بدون أن نبين ذلك. بالنسبة إلى ابن القيم، أنا وجدت علماء السنة يتهمونه بشكل واضح. بالنسبة إلى الاجتهاد في الحوزة العلمية، بالنسبة إلى الاجتهاد في الحوزة العلمية، الناس لما تكون داخل الحوزة العلمية تعرف الناس الموجودة، يعني تعرف الناس داخل الحوزة العلمية، ويتم تداول عبقرية الناس اللي هي شلون احنا نقول يعني عبقرية الناس اللي هي تبرز داخل الحوزة العلمية، ويتم التعرض لمستواهم العلمي أين وصل. وهذا من الأمور اللي هي شو نحن نقول، من الأمور اللي كل إنسان داخل الحوزة العلمية لما شو نحن نقول يتواصل مع كبار الأساتذة يعرف مثل هذه القضية. نعم، شفت واحد بالسادس ابتدائي ملبسين عمامة. طبعا هذا مو صحيح. أنا سابقا قلت أنه يعني أنه من المناسب أن يكون هناك يعني شيء من العقلانية في مثل هذه التصرفات، ومن هذه القضية. لأنه أنت لما تخلي شخص لابس عمامة وطفل، خصوصا لما يكون عنده تليفون، وممكن أيضا يطلع للعلن، يعني يطلع للناس ويتحدث معهم، وممكن يقول لك كلمة مو مناسبة، أو ينقش مثلا معلومة مو مناسبة، الناس راح تصور هذا المقطع وتقول بأنه ترى هذا فلان الفلاني قال هذا الكلام. يعني ما يحتاج، هذا أساسا ما يحتاج. هسه إذا صار لأي سبب من الأسباب أنه شخص لبسوا عمامة لحد يعني هذه القضية ممكن، ولكن بعد لبس العمامة المفروض أكو مسؤولية على الشخص اللي هو شو نحن نقول كان وراء هذا اللبس، حتى يكون يعني شو نحن نقول نكون المسؤولية يعني تضامنية من الشخص اللي قام بهذا العمل، وبالنتيجة يتحمل المسؤولية ابتداء
يعني استدامة، وإلا هو من المفروض إحنا نلبس الشخص عمامة ونقول له خلاص أنت أصبحت مسؤول عن نفسك، خصوصا أنه بعض من عندهم أساسا غير مكلفين. يعني أنت تلبس لك إنسان غير مكلف وهو عنده لسان ويتحدث. طيب على كل حال، بالنسبة لأحد الأخوة سألني عن كتب الشيخ حيدر المالكي. عزيزي أنا لعله بالأمس وصلت كتب الشيخ حيدر المالكي، أنا أضفتها، أنا أخبرته طبعا لأنه هو يعني صديق مثل أخوي الأصغر مني، أخبرته بأنه كتبه راح تدخل بالهذا، هو ما عنده أي مانع يعني. وحتى لو ثبت أنه فيها مشاكل أنا ما عندي مشكلة، إن هو الرجل بعثها إلي حتى أراجعها، هو بعثها إلي حتى أراجعها، فهو ما عنده مشكلة يعني أساس. وأنا أخوان منذ يعني مدة طويلة جدا يعني أصدقاء مو اليوم يعني، وكان بيناتنا أيضا يعني علاقة درسية ومشاكل ذلك. هل وصل السيد السيستاني لعلمية السيد الخوئي؟ عزيزي ما سمعت بهذا الكلام، أنا نقل لي أن البعض يعتقد ذلك ولكن أنا حقيقة ما سمعت. هل فتوى السيد الحكيم بحق الشيوعية حقيقة؟ نعم عزيز، نعم حقيقة، وفيها فتاوى، والسيد الخوئي كان بها من المفتين، سيد عبد الهادي الشيرازي، سيد الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، بيت الشيرازي في كربلاء، يعني والد سيد محمد الشيرازي اعتقد في كربلاء، بل حتى أنه صدرت فتاوى من بعض من بعض علماء السنة، واعتقد حتى من بعض علماء يعني منطقة كردستان يعني من الشمال أيضا. هل صحيح أن السيد رضا الصدر كان مرجع في حوزة قم؟ خب ممكن يكون كان مرجع، أنا حقيقة ما متأكد. هل مقتدى هو الشيصباني؟ لا أنا ما سامع هذا الكلام حقيقة، أنا ما مدقق بالقضية أحكي يعني، لأنه منذ فترة طويلة كان عندي أنا مقالات بحوث متسلسلة في الروايات الخاصة بالقضية المهدوية، وكانت تنشر لي في بعض مجلات مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، أنا عملت معهم لمدة سنة كاملة يعني ما بالي القضية، وطبعا تطبيق القضية حتى لو كان في بالي مثلا من هو الشيصباني مثلا أو ما هي صفاته، تطبيقه على شخص بعينه هذا أمر أساسا يعني غير سليمة، وجرأة في أولا فيه جرأة في التطبيق، لأنه أنت لازم تجزم، وهذا أمر غير مقبول يعني علميا غير مقبول. أنا الآن لما نقول مثلا الشخص الفلاني هو صاحب هذه الصفات، زين من يقول هذا الكلام؟ أحتاج إلى دليل. الأخوان اللي هم ما أعرف إذا كانوا مشرفين أو لا، منهم الساعة واحد قال إذا صير المشرف أبو عبد الله، هذا أنت صرت مشرف. عزيزي أنا الشيصباني نفسه الوارد بي بالروايات مو ببالي أساسا، مو ببالي، فلذلك أنت تسألني عن قضية أنا الأساس مالتها مو ببالي، فلو كان الأساس ببالي ممكن أقول لك ترى هذا ممكن يكون أو مو ممكن يكون كذا. بعدين عدم الاطلاع على الصفات الموجودة في الروايات يخلينا نحذر في أن نتحدث عن أي شخص، سيد مقتدى أو أي شخص آخر. ليش؟ لأنه بالنتيجة هو هذا الاحتياط، الدين هو الاحتياط، يعني دينك أخاك فاحتط له. فلما تكون القضية مرتبطة بالجانب الاحترازي المفروض احنا نقف عند الاحتراز، لأنه بالنتيجة مو من الهين الإنسان مثلا باكر يتحدث عن تطبيق صفة على شخص ثم بعد ذلك ينتبه بأن هذه الصفة لا تنطبق، هذا أمر ليس بالهين. من يثبت اجتهاد السيد محمد باقر الصدر؟ عزيزي فتوى السيد الخوي باجتهاده موجودة، شنو الحكي؟ يعني أنا ذكرت سابقا وقلت بأنه الشيخ اليعقوبي أخطأ
عندما قال بأنه لا توجد إجازة اجتهاد للسيد محمد باقر الصدر. إجازة السيد محمد باقر الصدر صادرة من أستاذه السيد الخوي الذي يثبت اجتهاد الطالب من أستاذه. هذه الإجازة تحب أقرأ لك إياها؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن فضيلة العلامة قرة عيني العزيز السيد محمد باقر الصدر دام علاه، شوف التعبير، قد تربى في حوزتنا العلمية في النجف الأشرف وحضر أبحاثنا الأصولية والفقهية، فجد واجتهد حتى تمت له ملكة الاستنباط والاجتهاد، فلكم أن تحدثوا عن رأيه بأنه اجتهاد شرعي، وأرجو من الله أن يرفع به أعلام الدين ويجعله علما للمسلمين، والسلام على كافة إخواننا المؤمنين ورحمة الله وبركاته. هذا كلام السيد الخوي، هذا الذي يثبت اجتهاد السيد محمد باقر الصدر، على خلاف ما قاله الشيخ اليعقوب بأنه يقول لا السيد الصدر ولا أستاذ السيد الصدر اللي هو الصدر الأول يعبر عنه. وطبعا هذا التعبير أساسا المفروض يعني يكون أكو حذر به، يعني خب قول السيد محمد باقر الصدر والسيد محمد الصدر، كلاهما ما عندهم إجازة؟ ما عندهم شهادة؟ لا عزيز. أولا سيد محمد باقر الصدر عنده شهادة من السيد الخوي، وأما السيد محمد الصدر فأنا شهدت سابقا بأنه سيد حسين بحر العلوم شهد له بالاجتهاد. عزيزي هذا ليس موعد البث، هذا ليس موعد البث، هذا بث استثنائي، هكذا جاءني خاطر يعني بيني وبين نفسي، قلت أنا احتمال أكو من يتوقع رؤيتي في مثل هذا الوقت، فإذا أنت ما متوقع رؤيتي براحتك، لأنه بالنتيجة إحنا بعد ذلك ترى احتمال إذا دفعنا ما دفعنا كروة نأخذ الكروة من عندك. لا يوجد وقت مناسب للبث إلا في مثل هذه الأوقات، أولا لأنه يخف الحركة مالت عصابة ذول الأبالسة اللي عندي اللي هم الصغار، شوي يخف لعبهم، لأنه بالنهار طبعا مو ممكن التقييد عليهم، وأنا ما أحب أن أقيد على الأولاد، لأنه عمر الطفولة لابد الإنسان يأخذ حق شيء. ولذلك أنا ضد مسألة دخول الولد والبنت للمدرسة في عمر 6 سنوات، المفروض في عمر 7 سنوات حتى الطفل يلحق يلعب، لأنه بس يدخل المدرسة بعد يصير مسؤول وكذا، ولو سوى كذا وسوى كذا هذا مو صحيح. وحتى الروضة، هاي الروضة اللي جاي يسووها هذه جدا غلط، لأنه الطفل لابد يبقى يلعب يأخذ راحته يلعب يعبر عن ما في داخله، بعد ذلك بعد 7 سنوات تقدر تقيد عليه شوي شوي. أما عمره 6 سنوات مقيد عليه بالدراسة، قم عمره 4 سنوات أو 5 سنوات مقيد عليه 2 سنين بالروضة، زين ليه ما تلعبها؟ ليه ما تلعب؟ خصوصا لما نحن نلاحظ أنه بعض مناطقنا أساسا حتى ماكو يعني ماكو مجال للترويح عن الأطفال، بيت الخنقة أهله يودون عمره 4 سنوات للمدرسة للعل الروضة يقضي له 2 سنين ويرجعوا للمدرسة، كأنه مسؤول عن يعني كأنه خلق للمسؤولية وهو طفل، وهذا غير صحيح. اتركه يعني خليه الطفل في عمر 7 سنوات أمير. نعم خب تحمي من الأشياء اللي تضره، نعم يتعلم فد شيء مو صحيح، يتعلم الفاظ مو صحيح، هذا واحد، هذا شيء اخر. افضل كتاب لتفسير اهل البيت للقران، شنو يعني تفسير اهل البيت عز؟ قول كتاب تفسير عندنا في مدرسه اهل البيت افضل تفسير هو تفسير الميزان. هل لديك مؤلفات؟ نعم عزيز، نعم.
عزيزي مع ذلك حتى لو يقصد التفسير تفسير روائي، تفسير الميزان هو تفسير روائي مع كونه تفسير اجتماعي وعقلي، وفي كل آية قرآنية يوجد فيها تفسير روائي، بالنتيجة هو يجمع بين المناهج. هل المسيح واليهود في العراق يعتبرون ذميين؟ لا عزيز، وين يعتبرون ذميين؟ الذمي هو الشخص اللي يكون بينك وبينه عهد ذمة. الآن وين المسلمين بعد بينه وبين عهد ذمة؟ احنا صرنا بذمته، يقدر واحد يحكي وياهم؟ يا الله استغفر الله. شيخنا، ما هي الكتب الدينية والعلمية التي تنصح بها كم للمبتدئين؟ عزيزي، الآداب والأخلاق الإسلامية للسيد عبد الله الهاشمي، كتاب صراط، عفوا كتاب سماء الصالحين للعلامة الشيخ رضا المختاري، أخلاق أهل البيت للسيد مهدي الصدر، وهكذا تقرأ لك رسالة عملية للمرجع اللي تقلده، وتقرأ لك كتاب بالعقيدة مثل كتاب العقائد الإسلامية مثل السيد فاضل الميلاني، أو كتاب بداية المعرفة للعاملي، وهكذا ثم شوي شوي تتطور. هل يوجد الآن علماء من آل كاشف الغطاء؟ حسب معلوماتي لا. ممكن عندهم ولد شاب وقلتهم واحد شيبة الآن اللي هو شيخ عباس كاشف الغطاء، بس محسوبين على الجامعة، عندهم أولاد شباب صغار الآن حقيقة ما متابعهم، صار سنوات ما شايفهم. أنا حقيقة صار سنوات ما شايفهم. شيخ عباس كاشف الغطاء أستاذ جامعي الآن، ما أعرف هل هو بقي على الدرس الجامعي أو هو مثلا ترك، ما أدري، أعتقد على الدراسات العليا. سابقا كان يحضر في الحوزة، سابقا كان يحضر في الحوزة، اللي هو ابن شيخ علي كاشف الغطاء. لماذا الصوفية عليها هجوم كبير؟ لأنها منهج مخالف لمنهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أريد أقرأ فلسفة، بشنو تنصحني أبدي أقرأ؟ عزيزي، إذا أنت ما متخصص لا تقرأ كتب فلسفية مباشرة، اقرأ تاريخ فلسفة، اقرأ كتاب مثلا الفلسفة لكل الناس للدكتور عادل البكري، أو اقرأ كتاب مبادئ الفلسفة للكاتب رابوبرت اللي هو ترجمة يمكن أعتقد الدكتور أحمد أمين. ما رأيك في الملاكمة، هل هي حلال أو حرام؟ عزيزي، هاي القضايا الفقهية يرجعون بها للفقهاء، مو ترجع لي بيها. هيش قضية فقهية تحتاج بها رجوع للعلماء. بدل السؤال عزيز. شنو مرآة العقول؟ أكو تفسير مرآة العقول؟ ما عندنا تفسير اسمه مرآة العقول. أكو تفسير اسمه مرآة العقول؟ مرآة العقول أكو تفسير؟ أول مرة أسمع أكو تفسير اسمه مرآة العقول. عزيزي ثبت، مو مشكلة ثبت. لماذا الشيخ الصدوق يقول الشهادة الثالثة من وضع الغلات؟ عزيزي يقصد بأنه وضعوا روايات في كونها جزءا من الأذان، مو قصدهم يعني وضعوا، لا، وإنما وضعوا روايات في كونها جزءا من الأذان، وهذا مو ثابت، فهذا مقصده.
هل حلق اللحية حرام في المؤسسات الحكومية؟ لا عزيز، ليس حرام ما دام اكو قانون تعاقبك عليه. لا ليس حرام. من هو الأعلم الشيخ المفيد من السيد الخوي؟ عزيز السيد الخوي، يعني انتم ما تبطلون هاي سالفة منو أعلم منو أعلم. هل السيد الخوي يقول بوحدة الآفاق؟ نعم نعم، السيد الخوي يقول بوحدة الأفق وليس الآفاق، ولكن بشرط أن يكون بينك وبين المكان الذي يرى فيه الهلال حصة من الزمن، تشترك معه بحصة من الليل، حصة ليست قليلة، يعني يكون ساعة وأكثر من ذلك حسب تفسير بعض طلاب السيد الخوي الكبار. أقرأ المنطق بخمس أشهر أقدر أكمله على الإنترنت؟ عزيزي المهم الضبط. هسه بعض الناس يختلف في تلقيه للمعلومات، أنت إذا ضبطت المطالب العلمية خلص أنت ضبطت. وخليني أعطيكم شنو مقصود شنو مقصود نحن بالحوزة لما نقول والله فلان أضبط المطالب العلمية، يعني الكتاب اللي أنا أقول للناس بأنني درسته في الحوزة معنى ذلك الآن أستطيع أن أباحث به وأن أعطيه درس، واضح؟ الكتاب اللي تعتقد بأن أنت درسته وأنت قادر على مباحثته مع غيرك أو تدريسه لغيرك، هذا الكتاب خلص بعد أنت ضبطته. سلام، عند تحقيقك لأي كتاب وإيجاد أخطاء أو سرقات فإلى من ترفع الأمر؟ لا أرفع الأمر عزيزي، هاي كلها بعدين تصير أوليات وراح أنشرها في كتاب، هاي يصير تأليفي لي، هذا جهدي الشخصي. صحيح أنا الآن جاي نشره وهذا البعض ما يقبل علي أنه تنشر جهدك الشخصي، ولكن أنا من باب التنازل، لأن بعض الناس يرون أهمية للتصدي لبعض الناس، خلص لذلك أنا نشرته. وإلا ممكن بعض الناس الآن ينزل الجهد اللي أنا سويته ويسوي كتاب، وأنا هم ما أعترض حقيقة، أحكي لك إياها. ولو كان أي إنسان يروح يأخذ جهودي ويسويها كتاب وينشره باسمه، أنا أقول له عليك بالعافية. شيخ أريد كتب لمحاورة الملحدين، قصدك الرد على الملحدين، ذكرنا أكثر من مرة، كتاب للشيخ محمد جواد مغني الرد على شبهات الملحدين، كتاب لسيد هادي المدرسي، كتاب ثلاث أو أربعة كتب للأستاذ محمد ناصر، كتاب للسيد محمد باقر السستاني، كتاب للشيخ محمد نديم الجسر اسمه قصة الإيمان بين العلم والدين والفلسفة، كتاب كبرى اليقينيات الكونية لخالص شلبي أعتقد اسمه، وكتاب للشيخ عبد اللطيف بري أحد علماء لبنان اللي أعتقد يعيش في أمريكا، كتاب حواري، وهكذا. ما رأيك في كتاب منهاج الشريعة؟ هذا كتاب جيد عزيز. ما رأيك بكتاب طريق الوصال؟ عزيز ما أعرفه هذا الكتاب، ما شايفه. يا الله، نص ساعة وينتهي البث. ما رأيكم بكتاب التوحيد للمفضل؟ عزيزي الكتاب فيه كلام، ما نقدر نلغي أهميته ولا نقدر نقول يعني بكونه كتاب مقبول. هل المهدي أفضل؟ هل المهدي أفضل من رسول الله في زمن الرجعة؟ لا، ليش أفضل؟ عزيزي أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقبلهم النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام وآله، هؤلاء مرتبون من ناحية التفضيل، خلاص ته ترتيب. أكرم موجود في هذا العالم، في عالم الإمكان بعد الوجود الواجب لله سبحانه وتعالى، هو النبي صلى الله عليه وآله.
كل موجود آخر دونه. هل الإمام علي يخلق بإذن الله كقدرة؟ نعم ممكن، أما كصفة لا، كصفة لا، كقدرة نعم. وهذا موجود في الفتوى التي أصدرها السيد السيستاني. شنو تنصحني بكتب توضح ما هو العرفان المنحرف؟ عزيزي كتاب، عفوا أختي، عرفان آل محمد، كتاب للشيخ مصطفى، مصطفى قصير العاملي، مصطفى قصير مصر العاملي، كتاب اسمه عرفان آل محمد، أفضل كتاب في هذا المجال، يبين لك ما هو العرفان وشنو الشيء اللي يفيدك من هذا العلم. عزيزي ما قدعك الساعة اللي سأل عن اسم الطالب المجتهد، يعني ليش هالحكي هذا؟ احنا قلنا طالب موجود، يعني اسمه شنو قيمة اسمه إذا أنا ما حارز أنه يقبل؟ أنا تحدثت عنه باعتبار أنا ممنون له وأفتخر به، وأفتخر به لا أكثر ولا أقل، أفتخر بأنني خدمت طالبا يعني بهذه النباهة لا أكثر ولا أقل. وأنا ما درست ترى دروس كثيرة لعلهن كتابين فقط، ولكنه رجل من باب الإنصاف، ولأنه عرفني وهو رجل مجاهد، يعني هو مثلي مثلي، هو مثلي، تاريخه كتاريخي، أنا اعتقلت من وقت بعد ذلك واعتقل بعدي، هو بعد ذلك أيضا اعتقل، واعتقد هو عد اعتقالين وأنا عد 3 اعتقالات. في أي مرحلة يدرس كتاب المنطق؟ عزيز مرحلة المقدمات، المقدمات احنا نسميها مقدمات، سطوح بحث خارج. شيخ هل كلام السياسي فائق الشيخ علي أن السيد الحكيم هو من سمح لي بدخول البعث صحيح؟ لا عزيز شنو الحكي هذا؟ بعدين هو هذا الفائق دعبول أفندي مو قال على أساس هذا الوقت اللي راح يدخلون بالأمريكان وسقطون الحكومة؟ مو قال اخذوها مني وراح تجي القوات وراح يسوون شو اسمه بوتيتا؟ شو لا قوات، طلعت الأمريكان أنه هسه مبتلين شو اسمه؟ مبتلين بالطلبة، هسه هم طلاب الجامعات الأمريكية ما مسيطرين عليهم، جاي يدخلون بهم بالعشرات للمعتقلات. هل القرآن مخلوق في مذهب أهل البيت؟ عزيزي محدث، يعني مخلوق يعني محدث. نعم القرآن قال عن ذا، القرآن قال عن القرآن بأنه محدث، محدث. طلع القرآن واقرأ، واقرأ القرآن وستجد هذه الآية. بس الآية لعله أقرأ لك إياها. لا إله إلا الله. ما يأتيكم من ذكر من ربكم من ربهم عفوا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هذا وصف للقرآن، واضح؟ هاي في سورة الأنبياء، وأيضا لعله ورد أيضا وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. هاي الآية 5 من سورة الشعراء. القرآن وصف، القرآن وصف القرآن بأنه محدث، فإذا كيف يكون ليس مخلوقا؟ شنو رأيك بحوزات البصرة؟ عزي بعض الحوزات جيدة وبعض الحوزات يعني عادية. هل صحيح أن آل الصدر يؤمنون بولاة الفقيه؟ عزي شلون آل الصدر؟ ما تقول آل فلان يؤمنون، لا لازم تقول الفلان يؤمن، قد يكون في آل الصدر ناس تؤمن بعض الناس ما تؤمن، ما العلاقة؟ يعني ما ممكن احنا نقول آل فلان يؤمنون بشيء ومن دون أن نسمي، ليش؟ لأن من الممكن أنه نفس العائلة العلمية يقول بعضهم بشيء والبعض الآخر لا يقول به. نعم غير السؤال. نعم من يمكن أن يصبح المرجع الأعلى بعد السيد السيستاني؟ أنا أحصل ذكرنا أكثر من مرة من يرجع لهم في الاحتياطات، فقد يكون واحد منهم بعد.
لماذا الشهادة الثالثة مبطلة للصلاة؟ لأنه التشهد أمر توقيفي ولا يجوز أن نضيف عليه أمرا إلا إذا كان مسموحا لنا إضافته، والتشهد ورد في روايات صحيحة ليس فيه الشهادة الثالثة، وليس من حق أي إنسان أن يضيف إليه. ويوجد مقطع للسيد ضياء الخباز يبين بطريقة علمية أنه لماذا الفقيه لا يستطيع إضافة التشهد الثالث لتشهد الصلاة، ويقول أنه البعض من الممكن أن يضيفه إذا اعتبر التشهد بالشهادة الثالثة ذكرى، خلاص يقدر يضيف، لأنه إذا أصبح ذكرا خلاص لا مانع، الذكر داخل الصلاة لا يضر بصحة الصلاة. عزيزي كتاب الفقه الرضوي هذا ما ثابت. شيخنا، هل يوجد لدينا كتب في علم الفلك؟ نعم عزيزي، يوجد كتاب للسيد هبة الدين الشهرستاني اسمه الهيئة والإسلام، كتاب في علم الفلك. عزيزي تأخذ كلامك من تفسير نور الثقلين، عليك أن تتأكد من الروايات التي يعتمد عليها في تفسيره حتى تقدر تحتج بها، لأن التفسير الروائي يعتمد على الروايات، فلا بد أن تكون الرواية مسندة صحيحة حتى تقدر تعتمد عليها. لماذا المرجع لا فقط في قوم المقدسة والنجف؟ عزيز، لأنها هذه الأماكن الذي يتواجد فيها الثقل الأكبر من علماء مدرسة أهل البيت، فمن الطبيعي أن يكون إما هنا وإما هنا، وأحيانا كان يوجد في غير مكان، قد يكون أحيانا يوجد في غير مكان. ما رأيك بكتاب المراجعات؟ عزيز، أنا نشرت أكثر من مرة بأن أول كتاب أنصح به أي شخص يحاور المخالفين هو كتاب المراجعات، وللعلم هذه هم للتاريخ وللدعاية، سوي دعاية لنفسي. أنا قبل 10 سنوات سجلت برنامج عن كتاب المراجعات 13 حلقة، دورة كاملة يسمونها دورة إعلامية يسمونها دورة، 13 حلقة في قناة الثقلين، وسويت أيضا دورة كاملة عن كتاب التحقيق في نفي التحريف عن الكتاب الشريف للسيد علي الميلاني. واضح؟ فأنا مو بس من دعاة قراءة كتاب المراجعات، بل ظهرت في برنامج في 13 حلقة، كل حلقة تقريبا 50 دقيقة أتحدث عن هذا الكتاب وصفاته وكيفية المعلومات التي وردت فيه. من أسس الحوزة العلمية؟ العزيز، الحوزة العلمية هي المكان الذي يجتمع فيه العلماء. يوجد اختلاف في قضية أنه من أسس بعض الحوزات العلمية، ولكن المعلوم بشكل واضح أن كل مكان كان فيه تجمع للعلماء كان يسمى حوزة. البعض من هذه الحوزات اتصفت وعنونت بعنوان الجهة التي قامت عليها، وبعضها قامت على أساس المكان الذي وجدت فيه، وهكذا. فيوجد في بغداد كان حوزة، في الحلة كان حوزة، في سامراء كان حوزة، في كربلاء كان حوزة، في الكاظمية كان حوزة، وفي النجف كان حوزة، وهكذا. وطبعا يوجد الآن خارج العراق، في قوم، في مشهد، في خراسان، في وهكذا، في بعض الأماكن في خوزستان أيضا، يعني في هذه في يعني في جنوب إيران أيضا يوجد حوزات. شيخنا، هل الجوهر الفرد موجود؟ إذا إيه ليش، وإذا لا ليش؟
يعني أنت جاي تسأل عن الجوهر الفرد وإذا لي عزيز ادخل على الخاص، ادخل على الخاص. إذا إيه ليش وإذا لا ليش؟ لا ليش؟ هاي آخر وعدة، آخر وعدة كانت بعد أضبط. عزيزة حوزات البصرة فيها حوزات جيدة، خصوصا الحوزة الموجودة يمكن أعتقد في مسجد آل المظفر، حوزة العباس، ويوجد حوزة أيضا في الزبير قالوا كل الزينة. أما بقية الحوزات حقيقة ما عندي، يعني لا أقدر أقول عنها زينة ولا أقدر أقول عنها مو زينة. ما حكم رواتب مجاهدي الحشد الشعبي؟ شنو حكم رواتب؟ هي شنو يعني حكم راتب بعده؟ شنو يعني؟ إذا ما دامك عمل وعلى أساسه هو جاي ياخذ الراتب، خلاص راتب وحلاه. ما هو رأي السيد السيستاني في قبر العلوية شريفة بنت الحسن؟ عزيز ما أعرف رأي، أنا حقيقة ما أعرف. حضرتك من البزون العيم؟ لا عزيزي، أنا من السويد. العيم لازم أنت لو تعرفهم لو منهم. هل فتوى السيد محسن الحكيم الشيوعية كفر والإلحاد أدت إلى جلب البعثيين للعراق؟ لا عزيز، الشيوعية كانوا البعثية كانوا موجودين قبل هذه الفتوى، قبل هذه الفتوى. الفتوى هذه صدرت في منتصف الخمسينات ونهاية الخمسينات وبقى صداها، والبعثية في العراق منذ الأربعينات. ما هو رأيك بالمرجع الحمامي مؤلفات؟ عزيز المرجع الحمامي واحد اثنين ثلاثة، حسين علي الحمامي، محمد علي الحمامي، محسن الحمامي، منو قصدك من عندهم؟ لابد تحدد. حياك الله عزيز، الله يحفظك. منين؟ من السويد. بعد هاي سد راح تطلع لي حتى قطعة ترض يمكن. سمونهم الطرطش، تعرف الطرطش؟ يعني عمنا حجي محسن الحميدي وعم القريب طبعا شيخ. صارت أسئلة عشاري يريدون يدقوك. يعمل الدقة وراها أربعة إرهاب، لا يسوون مسافلة. شيخ من أول مرجع أعلى وأين؟ ما أعرف. شنو موقفك؟ شنو موقفك بسبب الخصومة بين الشيرازي والخميني والخامنئي؟ موقفي أنا؟ ما عندي موقف. ما عندي. شنو موقف يعني؟ هل يجوز اعتبار أن أغلب روايات الكافي صحيحة كونها غير مخالفة رغم أن سندها ضعيف؟ أدي أكو واحد يقول رواية سندها ضعيف وصحيحة؟ لا هذا كلام مو صحيح، هذا كلام مو صحيح. هل يجوز أن يدرسني شيوعي؟ يدرسك شنو يعني؟ يدرسك دين؟ لو يدرسك دراسة أكاديمية، إذا دراسة أكاديمية شنو المشكلة؟ ما رأيك بكتاب ليالي بيشاور؟ عزيزي كتاب ليالي بيشاور من الكتب الجيدة. ما رأيك في أبو لولو؟ الظاهر أعجبكم هذا الجواب الأخير. شوفوا يا أخوان، أبو لولو النهاوندي الروايات التي وردت فيه روايات لم تثبت طرفا على طرف. هناك من يقول بأنه شخص مجوسي، هناك من يقول بأنه شخص كافر، وهناك من يقول بأنه مسلم. كل طرف من هذه الأطراف عنده شيء من الاعتبار. يعني شلون احنا نقول اعتبار؟ باعتباره فارسي، باعتباره من إيران، ينسبونه إلى ماذا؟ إلى المجوسية. باعتباره دخل المدينة وقد كان ممنوعا دخول المدينة بأمر من الخليفة الثاني، فإذا لابد أن يكون قد دخل الإسلام وهكذا. أما الروايات التي وردت فيه لا يمكن أن يعتمد عليها في إثبات الأمر الأول ولا في إثبات الأمر الثاني.
هسه واحد يقول سمعنا بأن بعض الناس يرى أنه مسلم أو أن له مكانة أو عزيزي، عندنا نحن منهج إذا التزمنا به فالنتائج تؤخذ من ذلك المنهج. إذا أردنا أن نأخذ عقيدتنا من أي كما يقال من أي إنسان، من أي إنسان قائل، خب ممكن، ولكن هذه مخاطرة. أنا أعتقد أن الطريق السليم لأخذ العقيدة لابد أن يكون من الطريق الواضح الصحيح. هذه واحدة. ثانيا، هذا الجواب هو نفس ما أجاب به مركز الأبحاث العقائدية الذي يتبع المرجعية الدينية في النجف الأشرف. وأنا سمعت من بعض المحققين نقلا عن كبار المحققين نفس هذا الكلام، أنه لا يمكن الاطمئنان بالروايات التي تتحدث عن مجوسيته من جهة أو إسلامه من جهة أخرى. أما البعض يقول أنه توجد نصوص تقول بأنه ورد فيه مدح، إذا كان هناك شيء يثبت ذلك لاطلع عليه العلماء وأخبرونا بذلك. أما مع عدم وجود ذلك، إذا وجد نص هنا أو نص هناك، فهذا لا يعتبر دليلا على إثبات مثل هذه القضية. وإن كانت هذه القضية حقيقة قد واحد يعطيها أكثر من حجمها، هل هذه الحقيقة جزء من عقيدتنا؟ لا. هل مرتبطة بالعقيدة؟ كلا. هل مرتبطة بالتوحيد، بالإمامة، بالنبوة، بالعادل، بالمعاد؟ كلا. إنما هي قضية تاريخية تتعلق بشخص النصوص التي وردت عن سيرته لم تبين وضعه بشكل قطعي يمينا أو شمالا، يمينا أو يسارا فلهذا البعض من الأخوة، وأنا شفت أحد الأشخاص، هذا اللي ما أعرف شو اسمه، أنا ما يذكر اسمه، أحب أتعرض به، وهو مو أول مرة، سابقا أيضا تعرض لي وهددني، يقول لي أنت تقول هذا الكلام وهذا الكلام، إذا ما تبطل منه ترى إحنا نرد عليك، وقام يهدد. قلت له يا عزيزي أنت ليش ما ترد علي؟ تخبش، ما يحتاج تهددني، خب رد علي. يعني أنت لما تقول أنه أنا أريد أرد عليك، هذا حقك. وأنا لو كان الأمر بيدي لجعلت الناس كلهم يتعاملون بهذه الطريقة، كلهم يتعاملون بهذه الطريقة، لأن هذه طريقة علمية. أنا الآن أتحدث، كلامي قد يعجب شخص ولا يعجب الآخر، يعجب 50 ولا يعجب 50 أخرى. طيب هذا 50 الأول يؤيدني، 50 الآخر يرد علي، لا توجد مشكلة. هذه لا توجد أي مشكلة فيها. زين. وطبعا هذا الشخص خطيئة المسكين اضطر للكذب، يعني ادعى بأنه إحدى الجهات اللي جاي تنشر مقاطعي، جاي تنشرها من دون علم الشخص المسؤول، وهذا كلام حقيقة مو صحيح. يعني أنا يعني مو أتأسف لشيء، ولكن أتأسف أنني كنت سبب في أنه كذب هذه الكذبة، لأن بعد ذلك الجماعة اللي هم يعني مسؤولين عن هذا الكلام لما سمعوا بكلامه قالوا هذا الحكي ما موجود، ما جتنا أوامر بين إحنا من ننشر لفلان وكذا وكذا. بعدين أنا الناس اللي تنشر لي يعني مثلا أي شخص الآن في حسابه ينشر لي، هذا متفضل علي، ليس بيني وبينه أي اتفاق على النشر. وإذا هو يريدني أرسل له حتى ينشر هو حر، أرسل له وما ينشر هو هم حر، أرسل له ويرد علي هو أيضا حر. أنا من النوع الذي له قلب، ولكن قلبي كبير، وهذا القلب الكبير يعني لست مضطرا لاستخدامه إلا فيما ينفع. ولذلك
كان هناك شخص وهو والدي قال لي لو كنت أنت عزرائيل لما قبضت روح أحد. هكذا. ويعرف أنه أنا إنسان محقود. قال لو كنت أنت عزرائيل لما قبضت من روح أحد. فلهذا أقول للأخوة جميعا، أنا عندما أقول كلام أنا لا أقول بأن هذا الكلام هو نهاية الدنيا، لا، هذا الشيء اللي أنا توصلت له وسمعته من الناس، وأكثر إذا مو كل وهو كل ما أقوله في البثوث هي آراء علماء محققين، وأنا لست إلا صدى لهؤلاء. من يريد أن يصدقني هو حر، من يريد أن لا يصدقني أيضا هو حر. هسه الأخوان اللي يحبون يشوفون هذا المقطع ويقولون أنه ترى الشيخ ضد أبو لؤلؤ هو مبكيف مبكيف. شيخنا أكو أعلم من السيد السيستاني حاليا؟ لا عزيز، لو كان أكو أعلم كان رجعنا له، لأن لابد نرجع له في البقاء على تقليد. أنا تعرفون أقلد السيد الخوي، فلو كان هناك أعلام لابد أن نرجع له في بقاء على السيد الخوي. ما حكم الأخذ بما جاء بالخطبة الافتخارية والطن؟ نعز ما يصير، لأن هذه خطب مو ثابتة، خطب غير ثابتة. ما حكم الشور وفق رأي السيد السيستاني؟ عزيزي رقم السيد السيستاني موجود، وتستطيعون الاتصال على مكتب السيد السيستاني والسؤال. شيخنا السيد محسن الحكيم من اشترك بثورة 20 كان مرجع؟ لا ما كان مرجع، كان بعد، كان ذاك الوقت ما كان مرجع. شيخنا بعض ساداتنا وشيوخنا صححوا. عزيزي إذا ما لها سند صححها بأي طريق، ما أعرف. يعني عزيز التصحيح لابد له آلية التصحيح بدون سند، هذه ما أول مرة أسمع بها أنا. آلية التصحيح من دون سند صحيح، هذا مو تصحيح، هذا تمرير. أنصحنا بكتب. عزيزي ماذا تريد تقرأ؟ مبتدئ، إذا تقرأ مبتدئ اقرأ كتاب الآداب والأخلاق الإسلامية للسيد عبد الله الهاشمي، أخلاق أهل البيت للسيد مهدي الصدر، سماء الصالحين للعلامة الشيخ رضا المختاري، كتاب رسالة عملية للمرجع مالتك. شلون هذا ما ادري ايش كاتب، هذا ما ملحق، ما ادري شنو ما ملحق، ما فهمت. لا حول ولا قوة الا بالله. ذكر واجب الإمام علي في التشهد الوسطى والتشهد الأخير واجب أو مستحب؟ لا عزيزي، لا واجب ولا مستحب، بل مبطل للصلاة على رأي السيد الخوي. ما رأيك بكتاب مناهل الأبرار؟ عزيزي ما عندي الكتاب، ولذلك أنا لا أحكم على كتاب لا أطلع عليه. إن شاء الله عزيزي وصلني الجزء الأول من كتاب الفكر المتين، الحبل المتين، وإن شاء الله الجزء الثاني والثالث بالطريق. الأخ اللي يعني تطوع جزاه الله خير الجزاء وأرسل الكتاب قال وجدته بعد أخرى، يعني من الكتب، بعد كتب أخرى عفوا للصرخي، وإن شاء الله أيضا سيرسلها. أنا عندي منهج، لا تقول لي متى ومتى، ماكو متى ومتى عزيزي. أنا أكثر من قلت هاي متى ومتى، هاي مو بكيفي، أكو منهج أمشي على المنهج. فجأة أنت تلاحظ أكو شيء طلع خلاص، لأن هذا وقته. أما تقول لي والله تشيع اللندني، عزيزي التشيع دخيل على المذهب. بحث مناسك الحج السيد محمد السيستاني دام 18 سنة؟ نعم عزيز، نعم 18 سنة. هل نعتمد على السند في صحة الروايات؟ نعم عزيز، نعتمد على السند في صحة الروايات، وإلا على شنو نعتمد؟ عزيزي اللي يريد يلتقي بي يدخل على الخاص، وإن شاء الله نلتقي حسب الوضع، إن شاء الله ما نختلف.
خصوصا الاشخاص اللي يجون للكوفه. يعني انا يعني بسبب التوك توك حقيقه حتى شكلي صار مألوف. البارحه انا كنت واقف امام محل كان عندي شغل مع احد المحلات وذهبت، مر علي سيد معمم سلم علي، طبعا انا عرفه طالب معانا، ف قال ياخذني وياه، قال لي انت هذا جاي تطلع بالتوك توك وتحكي وكذا، قال لي اذا تروح ويا للبيت، قلت له والله عندي شغل مع هذا ابو المحل وكون ارجع البيت لان كان المكان بعيد عن بيت. فبسبب هذا التوك توك يعني صار وجهي مألوف، وانا حقيقه من الناس الذين ما كنت احلم ان اقع بهذا الخطا. يعني تداركه صار صعب مع الاسف الشديد. كيف تعرف الاخطاء اللي بالكتب تدقق بيها؟ عزيزي هاي الخبره، يعني 18 سنه يعني خو مو يوم، يعني هو يعني الشخص يدرس 6 سنوات يقوم يعرفك من وجهك انت ذا عندك فقر دم لو شو اسمه. ف 18 سنه يعني ترى خلي في بال 18 سنه اعمل في هذا المجال، وقبل ال 18 سنه انا عندي اكثر من 35 سنه خبره بالكتب. أنا من عمري 12 سنة بدأت بقراءة الكتب، هذه قراءة الكتب اللي هي شلون احنا نقول صارت جزء من حياتي، أنا استفدت فيها يعني استفدت منها عفوا في تدقيق الكتب، حتى أنه بعض الأخوة يعني المحققين الكبار يعني محققين أكبر مني أحيانا يحتاجوني في قضية عنوان مثلا، أحيانا يقولوا لي تعال أنت تعرف العناوين، فهو خطيه يكون مثلا عنده عمل مهم وكذا، فيقول لي يا شيخ أريدك تعرف لي هذا منه. أكو شخصيات يذكرون بعناوين ما معروفة حتى بالكتب، ما معروفة حتى بالكتب التراجم، فيقول لي يا أريدك تعرف لي هذا منه، فكنت أجيب لي إياه مضبوط، أجيب لي إياه مضبوط. ليش؟ أنا تعاملت مع الكتب مباشرة، يعني أنا مو اشتغلت بالتحقيق ثم تعلمت هذا الكتاب لمن، لا أنا تعلمت مع الكتب مباشرة، يعني كنت أقرأ كثيرا وأحفظ عناوين وأحفظ مؤلفين بشكل. فلذلك بعد ذلك انتفعت بهذا الشيء في عملي اللي هو عمل التحقيق. شنو رأيك تخرج لنا أحد جماعة ماشى بالدب بالبث؟ خاف يحضرونه والله ما أعرف إذا يحضرون، أنا ما عندي خبرة ترى بهاي القضايا كثيرة. كيف أطور نفسي بالعزيزي؟ عليك بكتب السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي، تتطور وعليك بكتب السيد التيجاني، كتبه كلها نافعة، وعليك بكتب الشيخ علي آل محسن، وعليك بكتب السيد ضياء الخباز والسيد منير الخباز، وعليك بكتب السيد ثامر العميدي، وعليك بكتب الشيخ الكوراني. الشيخ الكوراني أنا أعتقد بصفة شخصية، سبعد يوافقني أحد ما يوافقني هذا شيء آخر، بحسب خبرتي من قراءتي طوال هاي الأربعين والخمسة وأربعين سنة اللي مرت علي، الرجل هذا الشيخ الكوراني مظلوم إعلاميا، عنده كتب هذه الكتب يعني حقيقة لها دور كبير في يعني شو نقول يعني في في نفع المؤمنين. شو بي هذا؟ خلنا نشوف هذا الابن، تقولون خلنا نشوف لكم اياه. شو سوي؟ أوبا بلل هدومك بابا. إيش هذا؟ حسوا ضايقوه. شوف بابا هذا؟ إيه هذا بابا؟ من الحلو؟ بابا شوف هو يحب بابا.
تروح؟ إيه. يلا وردة 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 بعد لا تبكي. هذا أحد أفراد العصابة. لا إذا ظهر وحده الظاهر، أما إذا ظهر مع غيره لا يختلف يعني. إذا ظهر وحده حسب ما عرفت. شلون السيد الخوش يقول؟ ليش السيد السيستاري ما عنده واحد من أولاده أو طلبته يطلعون يناقشون وما عنده أي رد للمخالف عكسه؟ شلون 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 ما عنده؟ احنا شنو؟ احنا شنو؟ احنا شنو؟ عزيزي عزيزي، يا من تتحدث من دون مايند، من دون ثينك، من دون تفكير. في الحوزة العلمية الآن أنا أستطيع أن أقول أنا تلميذ السيد البروجردي، ليس تلميذا مباشرا، لا، أنا تلميذ شيخ نجاح البغدادي اللي هو تلميذ السيد السيستاني الذي هو تلميذ السيد البروجردي. فلما أقول بأنه يوجد هناك من هو منسوب للسيد السيستاني وهو ماذا؟ وهو متصدي، خلص. هل يجب أن يكون طالبا مباشرا للسيد السيستاني؟ الآن نحن ألا ننتمي لمدرسة السيد الخوي؟ نعم. ألا نمثل مدرسة السيد الخوي؟ نعم. ألا نتحدث بفكر السيد الخوي؟ نعم. هل يجب أن السيد الخوي يخرج لنا واحد من طلابه المباشرين حتى يتحدث للمخالفين؟ فالقضية يا عزيزي ليست بهذه الطريقة التي تتحدثون فيها. ثم مسألة التصدي هذه البعض من الناس يراها بشكل والبعض يراها بشكل آخر. بعض الناس يعتقد أنه يعني كل متصدي هو نافع. لا، ليس كل متصدي نافع. الآن عندنا الحيدري كان متصدي والآن هو نافع؟ لا. الآن أحدث ثورة من الشك في عقول الشيعة. ضرر الحيدري أكبر بعشرات المرات من فائدتي البرنامج الذي ظهر فيه. لأنه هسه قد واحد يقول شنو الدليل؟ أنا أقول لك شنو الدليل. الدليل أنه لا توجد معلومة ذكرت في برنامج السيد الحيدري الذي ظهر قبل 10 سنوات ليست موجودة في كتب علمائنا، مكتوبة مسطورة كما ذكرها الحيدري. إذن هل كان التصدي خيرا أم لا؟ الأمر إليك. واضح؟ أنا عندي واضح. أبو القاسم الخوي يقول لا يوجد أي دليل رواية على التقليد. عزيزي التقليد الحيدري الآن لا نستطيع أن نقول له عنه شيعي أو سني، هكذا يقول واحد من أبرز طلابه الحاليين اللي يردون عليه. لا يستطيع أحد أن يقول الحيدري سني أو شيعي، هو الآن عنده فكر، لا هو فكر شيعي بحت ولا هو فكر سني بحت. عزيزي التقليد دليله القرآن، دليله آية النفر، دليله السيرة، دليله العقل، دليله دليل انسداد. واضح؟ دليله الروايات. هسا البعض يقول لك الروايات قد يناقش فيها، خب يناقش فيها، شو المشكلة؟ وأي رواية لا يناقش فيها؟ هل بقيت الأدلة لم تثبت؟ لا لا. هل السيرة ثبتت؟ نعم، منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله كان هناك بعض الصحابة يعرفون بأنهم فقهاء الصحابة، وكان الصحابة يسألون عليا وابن عباس وعبد الله بن مسعود وحذيفة وفلان، ولا يسألون عمر ولا يسألون أبا بكر. ولا لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا صحابي متفقه يرجع إليه. ثم هذه السيرة
استمرت بعد النبي صلى الله عليه وآله وفي زمان الأئمة، في زمان الأئمة أيضا، والأئمة اختار بعضهم من بعض أصحابه رجالا عرفوا بالفقه وطالبوهم بالجلوس للناس في المسجد والفتيا، والفتيا. وهذه السيرة حتى زمن الغيبة، واضح القضية؟ فإذن القضية واضحة. التقليد، كل إنسان يريد أن يقول التقليد باطل فعقله مخرف. لماذا؟ لأنه لا يوجد سبيل لمعرفة الأحكام الشرعية من دون ماذا؟ من دون التقليد. أنت قلت أكثر طالب يخالف السيد الخوي هو السيد السيستاني، ممكن عاد هذه فتاوى بين، شوف فتاوى السيد السيستاني وشوف فتاوى السيد الخوي. أنا في المخلدين السيد الخوي أعرف ماذا يقول السيد، كثير من المسائل اللي يقول بها السيد السيستاني لا يقول بها السيد الخوي، واضح؟ كل من قال بأن السيد السيستاني يوافق السيد الخوي في فتاوى عليه أن يأتي بالدليل. أنا أقول له السيد السيستاني لا يؤمن بوحدة الأفق، السيد السيستاني عنده بعض الفتاوى في قضايا الصيام غير مبطلة، في قضايا الصيام عنده الكفارة لا تجب إلا في حدود محددة، ليس كل المفطرات عنده على عكس السيد عنده الأكل، يعني تناول المفطر مع الاعتقاد بجوازه ليس فيه كفارة. السيد السيستاني عند الارتماس ليس من المفطرات. السيد السيستاني عند كثير السفر، حكم كثير السفر. حتى في التقليد، التقليد عند السيد السيستاني يختلف عن التقليد عند السيد الخوي. طرق إثبات الاجتهاد المرجع عند السيد السيستاني تختلف عن السيد الخوي، وهكذا. فهذه هي القضية. شيخنا يريد كتب للرد على الملحدين والحداثة. عزيزي ذكرت هذا موجود، موجود في البث الذي نشرته اليوم في حسابي. أريد كتاب يروي واقعة الطف بالتفصيل غير كتاب المقتل المشهور. عزيزي عليك بكتاب الصحيح من مقتل أبي عبد الله وأصحابه للري شهري، أو كتاب هذا، شوف كتاب هسه ما يطلع هنا لأنه صار قدامه، كتاب مقتل الحسين، كتاب مقتل الحسين 25 مجلد، مقتل الحسين 25 مجلد، أكبر كتاب في هذه القضية تقريبا. هل كتاب سليم بن قيس ضعيف؟ لا عزيز، كتاب سليم بن قيس ليس ضعيفا وهو كتاب ثابت، ودليل ثبوته موجود في الجزء الأول من كتاب العلامة مسلم الداوري، الجزء الأول صفحة 485 حتى صفحة 485 إلى 500 وشوية، أو عفوا 485 إلى 492 عفوا. ما هي الكتب التي توضح لنا أن الاستعانة تجوز؟ القرآن، تفسير القرآن، تفسير القرآن. ما هو العمر المناسب لطلب العلم؟ 20 سنة، إذا قبل ذلك بعد أفضل. 20 سنة جدا مناسب، خصوصا في هذا الزمن 20 سنة جدا مناسب. ما هو الفرق بين الفقيه والمرجع؟ عزيزي كل مرجع فقيه وليس كل الفقهاء مراجع، كل مرجع هو فقيه وليس كل الفقهاء مراجع، الفقيه قد لا يكون مرجعا. هل هناك شيء حول علي المياحي علامة استفهام أو شيء حسب رأي السيد السيستاني؟ عزيزي السيد السيستاني فتوى عن العرفان الذي ينشره علي المياحي موجود وواضح، ما يحتاج علامة استفهام. هاي فتوى القداتها صفحتين كتبها السيد السيستاني وتقول لي أكو علامة استفهام؟ خاصة طقا بالقاع، شالوا طقا، والشيخ الفياض منا، وبعدين التوضيح منا، وبعدين فلان شنو بعدكم؟ نجيب لكم المراجع كلهم يردون على شخص واحد. هل العبقرية عفوا، هل العبقرية تأتي من الفطرة وأنها تصنف؟ لا عزيزي، العبقرية ممكن أن تكون قابلية عند الإنسان، وطبعا تطور من خلال الممارسة.
أكو علامات؟ ما فهمتها. شون رأيك بكتاب نفس المهموم؟ نفس المهموم ما عندي، ما شايف الكتاب، عفوا كتاب ما شايف. نفس المهموم مع السيد عباس، الشيخ عباس القمي. أنت تقول السيد يخالف الخوي، إذن واحد منهم يخالف لأهل البيت. عزيزي هذا كلام أطفال، هذا كلام أطفال. إحنا عندما نقول العالم يخالف العالم، مو معنى يخالف بأحكام الله، يخالف في اجتهاده في الوصول إلى أحكام الله. هذا فرق. الإنسان اللي عنده عقل يفهم أن اجتهاد العالم وعدم تقصيره في المقدمات يؤجر عليه، يؤجر عليه، لأنه يبذل الجهد من أجل الوصول إلى أدق الأحكام الشرعية. أما أن تقول بأنه لأنه يوجد زيد هنا يقول حلال، ويوجد عمر هنا يقال يقول مثلا حرام، إذا لابد أن يكون أحدهما معاقب، هذا الحكي لا يقول به إنسان عاقل. لماذا؟ لأنه الفقيه الذي يفتي لا يقول لك إن كلامي وإن فتواي إن هي تمثل ما هو الواقع الذي أنزله الله، إنما تقول لك هذا، يقول لك هذا اجتهادي في القضية، وأنا يباح لي أن أجتهد فيها، وإلا لما قلت ذلك. ياهو الأفضل حفظ القرآن، يلا نبدأ بدراسة منهج أو الدراسة وحفظ القرآن، شنو ما فهم هاي؟ وين عزيز؟ بالحوزة لو بغير مكان؟ ما فهمت سؤالك، غير واضح. هل الإسماعيلية والعلوية من فرق الشيعة؟ نعم كتصنيف نعم، ولكن هم ليسوا شيعة بالمعنى الدقيق. هل عمر تزوج من أم كلثوم؟ عزيز يوجد عندي محاضرات عن هذه القضية. عمر تزوج من أم كلثوم بالإكراه، وأم كلثوم التي تزوجها عمر ليست ابنة فاطمة بل ابنة علي من إحدى زوجاته، ولذلك عندما مات عمر كانت لم تبلغ سن النساء، لأنه لو كانت ابنة فاطمة لكان عمرها 18 عاما. هل يجوز تقليد المرجع المتوفى بقاء؟ نعم. ابتداء لا، بقاء بإذن الحي نعم، أما ابتداء لا يجوز. يعني حفظ القرآن قبل الحوزة أو وراءها؟ عزيزي هذا يمك حفظ القرآن أمر نافع لا كلام في ذلك، ولكن هذا أمر شخصي، أنت تستفيد من حفظ القرآن وراح تنتفع به بالدراسة الحوزوية، ماكو مانع منه تقرأ تحفظ قبل الحوزة بعد الحوزة، هذا أمر إليك، ماكو إلزام بالنسبة للدراسة، بالنسبة للدراسة الحوزوية. يعني بقي لحد الساعة 12 الوقت. حتى ما رأيكم بأن يقول نحن في زمن الظهور المقدس وأن أغلب العلامات تحققت؟ عزيزي هذا عنده مبالغة، هذه فيها مبالغة القضية، لا توجد مثل هذه، وليس من حقنا التوقيت، ليس من حقنا التوقيت، هذا نوع من المبالغة. عمره 15 سنة وأنا بالنجف أقدر أدخل حوزة؟ ما متأكد عزيزي، لأنه حسب معلومات السابقة ما يقبلون. طيب أفهم. ما هي مراتب حوزة الشيش؟ مراتب حوزة الشيش ما فهم. هل يجوز صعود المنبر بدون دراسة؟ ما راح يكون بفائدة، يصير ماكو مانع، ما حد يمنعك من صعود المنبر، ولكن حتى يكون صعودك على المنبر فائدة إليك، لأن أنت راح تحصن نفسك وفائدة للناس حتى على مود تستفيد من وجودك على المنبر، المفروض تدرس. عزيزي ما أعرف حوزات بغداد، ما أعرف. كتاب تفسير القرآن المنسوب للإمام العسكري عزيزي غير ثابت، توجد فيه ثلاث آراء، رأي يقول بثبوته، رأي يقول بعدم ثبوته، ورأي ثالث متوازن يقول لا، نعامل الروايات الموجودة، إذا ثبتت في غير كتب أخرى نأخذها، ما ثبتت ما نأخذ بها. ما الفرق بين العرفان والتصوف؟ عزيزي العرفان العملي هو نفس التصوف، فإذن هو مرفوض،
وهذا الذي يروج له المياحي وأتباعه. شنو رأيك بالأشاعرة وأهل التصوف؟ عزيزي رأيي شنو دول الناس ما ينتمون إلى مذهب أهل البيت. يعني شنو أقول؟ أنا أعتقد بخطأ منهجهم، لا أكفرهم ولا أقول عنهم إلا أنهم مخالفون لمنهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. شيخنا من هو الأعلم، السيد محمد محمد صادق الصدر أم السيد السيستاني؟ عزيزي هذا الكلام أنا أجبته عن هذا السؤال، أجبته عنه مرارا. أنا عندما توفي مرجعي جئت إلى النجف حتى أخذ إجازة من المرجع الحي الأعلم، فذهبت إلى أهل الخبرة، سيد البهجتي، شيخ باقر شريف القرشي، سيد الخرسان، سيد الخرسان، سيد الخرسان، وحتى الشيخ البروجردي قبل تصديه، لأن ذاك الوقت ما كان مصدي، وغيرهم من العلماء، فقالوا الأعلم هو السيد السيستاني. هسه بعضهم التقيت بهم مباشرة، وبعضهم أرسلت لهم من جاءني برأيه، يعني أرسلنا له عالم آخر جاءني برأيه، كلهم قالوا الأعلم هو السيد السيستاني. ولذلك أخذت إجازة من السيد السيستاني في البقاء على تقليد السيد الخوئي، ولازلت أعمل بهذه الإجازة حتى هذه اللحظة. فإذن حسب رأي أهل الخبرة السيد السيستاني كان أعلم في ذلك الوقت الذي جئت فيه. هل يدرس تفسير القرآن بالحوزة؟ نعم عزيز، أنا عندي دروس في تفسير القرآن منشورة على حسابي على اليوتيوب وبعض المواقع الأخرى. درست تفسير القرآن على كتاب العلامة البلاغي، درسته لعله 4 سنوات. هل يجب أن يكون لأهل الخبرة شهادة اجتهاد؟ هو من الطبيعي أن يكون لهم إجازة اجتهاد، إذا مو إجازة خطية إجازة شفوية. يعني هو لما يكون من أهل الخبرة، يعني شخص عالم بالحوزة العلمية، تقليد السيد الخامنئي مبرر للذمة؟ نعم نعم مبرر للذمة، لا شك في ذلك. هل صعدت المنبر؟ نعم عزيز، صعدت المنبر عام 2004، صعدته في ناحية سيد دخيل. أول مرة صعدت المنبر في ناحية سيد دخيل، أقمنا صلاة جمعة في ناحية سيد دخيل، واحد كان يريد يقيم جمعة وأخذني معه، أنا كنت الذي حاضر في ذلك الوقت في ناحية سيد دخيل، وكان ذلك الصعود على المنبر أول مرة أصعد فيها على المنبر في ناحية سيد دخيل. ثم صعدت المنبر قبل أن يصلي أيضا، وعندما صعدت المنبر قبل الصلاة قطعت الكهرباء، فحاضرت بصوتي حاضرت بصوتي وصعدت المنبر مرة ثانية عام 2012 في 5 أماكن صعدت، ولكن ما صعدت خطيبا، حاضرت في رد الشبهات عن ثورة الإمام الحسين، وحاضرت في تربية الأطفال، وفي رد الشبهات، وفي نصائح الأشخاص اللي كانوا يعملون في العتبات المقدسة، حتى كان ممكن أعتقد محاضرات لي، يعني ذول اللي يشتغلون بالعتبات، يعني نساء ورجال، بس ما طولنا، يعني هن كان يمكن هذول يمكن كان 7 أيام، 7 أيام كل مجموعة كان 7 محاضرات، والبقية لا، يعني مسجد سيد عصام، مسجد يسمونه مسجد آل شبر في البصرة، و بعد موين حسينية حج علي البهادلي في الجمعيات، وموكب في منطقة الشعلة أيضا حاضرت فيه. ما رأيك بعالم سبيط النيلي؟ حسب المعلومات اللي عندي أنه رجل تدخل في أمر ليس من اختصاصه، وحصل على سمعة ليست من استحقاقه. ما رأيك بإجبار الأولاد على دروس القرآن في العطل الصيفية؟ ومسألة إجبار، حاول أن تحبب لهم هذا الأمر، لأنه بالنتيجة هذا الصغير سيكبر، فيعني إذا لم يفلت من أيدينا وهو صغير سيفلت من أيدينا وهو كبير. لابد أن يقتنع، هذه مشكلة، هاي واحدة من القضايا اللي أنا ذكرتها في دروس التربية سابقا اللي ألقيتها هنا، أنه لابد الصغير أن يقنع،
بأنك تفكر في مصلحته، وإلا لم يطعك. وإذا أطعك وإذا أطاعك عفوا وإذا أطاعك فإنه يطيعك ما دمت عليه، ما دمت على رأسه قائمة. فإن انفلت عنه انفلت هو وأخذ حريته كاملة. ما هو الفرق بين تفسير القرآن للطبقات والتفسيرات؟ يعني كل تفسير وله مميزاته. ما هم أساتذتك في الوقت الحاضر؟ عزيزي، أساتذتي سابقا وحاضرا موجودين في سيرتي على موقع كتابات في الميزان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.